الاولمبي ايضا 2008. ادي هوندا بتتابع انطلاقه وتسديده، اليونايتد تخطف، اليونايتد تخطف، اليونايتد تخطف، اليونايتد تخطف، واللي يخطف مين؟ اللي يخطف كاراجونس، كاراجونس، هي دي كره القدم. شوف روسيا قلت لحضراتكم اللي ضيع السهل يدفع الثمن، وكاراجونس يسجل في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضائع من هجمه يونانيه بقى من ايه؟ فلسفه اليونان في لزغ الاهداف واحراز الاهداف في مرمى المنتخب الروسي. هدف، هدف للاعب كاراجونس في مرمى الحارس مالافييف. كاراجونيس امامنا يسجل، ولقاء تشيكا بولندا تعادل سلبي، وامامنا بقى اليونان كده ايه؟ اليونان كده تتاهل، اليونان كده ممكن تتاهل. يا عالكوره، يا عالكوره وعلى الاثاره. شوف كاراجونيس ضحك على زيوركوف امامنا وحطها في المرمى اليونانيين مع البدايه القويه ثم النهايه القويه. ودي خبره النجم الكبير صاحب ال 35 سنه هنا في هذه اللحظه.